عايزه بقى البنات ماشي المقبله بقى واللي ناويه واللي مقري فتحتها واللي خضنها لابن عمتها مش عارفه من الابتدائي، عايزه كل البنات دي قاعده قدام النار امهاتهم عشان برضو يعرفوا، عشان البنت لو ما سمعتش انت مطالبه انك انت تقول مشاكل الخطوبه. تيجي تقول لك ايه رقم واحد؟ خطيبي مش مهتم بيا، بصي ما بيسالش عليا، وبعدين منتظر ان انا اللي اتصل عليه وهو ما رضاش يتصل عليا. طب انت تعريفك للاهتمام ايه يا حبيبتي؟ الاهتمام ان هو يتصل عليكي، ومفروض في مرحله الخطوبه ما يتصلش، وبيحدد يوم في الاسبوع، وعايزه تفتحي المايك عشان اهلك وابوكي وكذا، عايز يكلمك حتى واتس الباسورد بتاعك والدنيا كلها مع اخوكي وابوكي. المرحله كده ليه؟ لان ده وعد بالزواج وليس زواج، وعد يعني زيه غريب زيه زي اي حد بره، لمجرد ان هو ادى وعد ان شاء الله يبقى فيه زواج، لكن لسه ما هوش لا ولايه عليكي ولا الكلام ده. فمهتم بيا مش مهتم بيا، ايه تعريفك انت للاهتمام؟ يكلمك كل ساعه مثلا على راس كل ساعه، يبعت لك القلب وبحبك كل جده، كل ده لا في مرحله الخطوبه لا. تمام كده؟ ده سؤال. سؤال تاني تقول لك ايه؟ خطيبي بصي مهتم ومهموم باهله، مشغول باخواته اكتر اصلا من ان هو عمال يعد في زواج، مش مهتم اصلا في اعدادات الزواج. طيب انت سالتي هو ليه كده؟ هل هو مثلا الكبير؟ هل هو مسؤول عنهم مثلا؟ ابوه متوفي فهو المتولي الامر. قبل ما تدوا احكام لازم اشوف الصوره كلها، وانت لازم تشوفيها كلها. مرحله الخطوبه هو مطالب بوقته معين، انت اعداداته مش اعداداته مالكيش دعوه بالقصه دي، القصه دي مع مين؟ مع ابوك يا بنتي. اطلعي انت كبنات من موضوع الاتفاقات. طب هو وقال لي وتشفعي لي عندك؟ قولوا له والله ما اقدرش، يعني موضوع عندك الشنبه الرجاله اللي انت دخلت البيت بيهم انت معاهم واتكلمت معاهم، لكن اطلعي بره الاتفاقات. موضوع الاهتمامات خلي الصوره كامله واسمعي منه. هي الخطوبه معموله ايه؟ وهقول لكم النهارده حاجات جديده ان شاء الله من الاسئله الاجتماعيه اللي بيحصل عليها اخطاء وبيحصل عليها مشاكل ومتبقيش فاهمه ايه اتعامل ازاي. طيب يقول لك ايه؟ بصي اهم حاجه عنده اصحابه، اصلا انا مش في دماغه، فين مع اصحابه؟ خروجاتهم بقى وفسحهم والقصص دي. اجاوب عليكي بحاجتين وانا قلتها قبل كده. اول حاجه الحاجز المنير، فاكرين لما قلت لكم ان زوج وزوجه جايين يتطلقوا بسبب، خلونا اشرح لكم القصه دي، جايين يتطلقوا بسبب حاجه، بسبب ان هي بيحوشوا جزء مبلغ من السنه، هي وهي بيحوش وكل سنه حد بيعمل حاجه من اهدافه من تحويشات ده وده، فهو استاذنها، هو ده ميعادها، وكان المفروض هتقدم اطروحه الدكتوراه او ماجستير مش فاكره، وبعدين هو قال لها انا بستاذنك، انا الجزء بتاعي، انا مش هاخد من الجزء بتاعك، بس الجزء بتاعي انا هطلع بيه مع اصحابي فسحه والكلام ده. قلت ازاي واحنا ده اتفاق ومش ده اتفاق والكلام ده وما ينفعش والقصص العظيمه دي. ولما يعني تم حل المشكله ان كل واحد يقف في دايره التاني وعند التاني، وسميناها الحاجز المنير، قبل ما احكم عليه لازم اقف في مكانه واشوف هو شايف الدنيا ازاي، وانا اجي خطوه وهو يجي خطوه، خلاف كده المشاكل ما بتتحلش. موضوع اصحابه خليكي نصحه، خليكي نصحه وخليكي اسمعي مني نصيحه، خليه اليوم بتاع اصحابه ده، هو عنده لو عنده اجازه يومين نص يوم مثلا مع اصحابه، انت هتاخد مثلا الجمعه بالليل مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، ده معروف. هقول لك الاسئله الاجتماعيه ايه اللي بتتقال علشان تعرف انت هتيجي البيت الساعه كام. ليه؟ ايه الفايده؟ يفصل. انا زوج كده، مش زوج، مجموعه من الازواج حديث الزواج، يعني 7-8 سنين لسه كده وزويج صغيرين. يا دكتوره والله هذا حصل، انت مش ناويه تاخدي زوجاتنا كده؟ خدوا لهم كده رحله يومين ثلاثه، رحله يومين ثلاثه، اتخلقنا احنا عايزين نروح مع اصحابنا وعايزين معرفش نروح فين وكذا. طب تمام، انت عايزها تروح يومين ثلاثه وناخدها، هنعمل الفكر دي، بس ليه هي ما تقولهاش وهي تبقى معاك وتتفاهم؟ لا، رافضه تماما، انا قاعده ومستنياك ويوم الاجازه. بقولي وانا انا انا وحشني اصحابي وجو اصحابي، تعالى يا ابني احكي لي انت بتعمل ازاي وعايش ازاي. سيبوهم، احنا قلنا اعلى درجه، اسمعي بالله عليك عشان الكلام ده مهم، اعلى درجه عند المخطوب والمخطوبه او عند الرجل والمراه، الرجل عنده معيار كده الحريه والترفيه، الترفيه ده اللي هو بيبقى مقترن باصحابه والتهييس والحاجات اللي بيعملوها دي، تمام، بس في حدود الصح يعني، ومش الحاجات الثانيه. الامر الثاني الحريه، انا حر ما تعمليش، حر بس تحت عبودية ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا بقى نتكلم في القصة دي، وقلنا أن أعلى معيار عند المرأة عندها هي الأمن والأمان، أنها تحس في وجودك أنا في تمام الراحة والأمان وأنا معاك، لكن ما هيش حاسة بالأمان معاك، سواء أمان حماية أو أمان معيشة أو أمان أكل وشرب أو أمان حتى أن تجيب أقل الطلبات، لا ده مش صح.
فانت تشوفي انا موضوع صحابه ده نصيحتي ليكي في الامر ده سيبيه يوم يروح وتحدديه حددوا انت وهو وقت معين بحيث ان يبقى بقيت اليوم معاكي او لما بعد الزواج يبقى هم يوم وانت يوم وهكذا تمام او يوم في الشهر. في كمان الاسئله الاجتماعيه وهقول لكم. بصوا يا جماعه الاصل اصلا في مرحله الخطوبه انها بتبقى فيها تعارف في كل الجوانب عمل اختبارات وهنقول الاختبارات ايه دلوقتي عشان تعرفي الطرف الثاني ده مناسب اصلا ليكي ولا لا منها اختبار النظر ها في قبول قبل الشخصيه دي تقول لك لا مش طايقه يعني مجرد بس ان اشوف الشنب هالل عليا مش طايقه في قبول في اختبارات اللي خاصه باللقاء والتعارف طريقه كلامه طريقه اكله واحده بتفسخ تقول لك لا 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 انت ما سمعتيش بياكل ازاي ده مكنه شغال لا لا وشفت الاكل طالع من ويتفتف بقى طريقه شربه سمعتي ده بيشفط وفعلا رفضت بسبب كده عاجبك الوضع ده ولا جاي بعد كده تقول لك مش طايقه برجع واحده بتطلع عشان بترجع من طريقه اكل وشرب زوجها. طب انت ما شفتوش ليه في مرحله الخطوبه ما عملتوش عزومه ليه وحكيت لكم على الاب التحفه جدا الاب الجميل اللي كان بيجيب العريس ويعمل له عزومه ترابيزه والله حضرت مره قبل كده من جميع اللي بتشرب واللي بيتمسك بالايد واللي بيتقرمش واللي بيتعمل بالشوكه واللي مش عارفه ايه بالمعلقه عشان يشوف ولا اتفرج ما احنا عايزين نطلع بره المواضيع الغلط اللي تحصل بعد كده او لقاء بره البيت ودي من الاختبارات مع الاهل مثلا كريم بخيل ولا بيحسبها طب بيحسبها عشان هو معوش ولا هو فعلا لما بيبقى معاه بيبقى كريم النقطه دي مهم عندي اختبار جمع المعلومات عارفه انت بقى مستر كونان ده جمع المعلومات عن الاهل مين عم اولادك المستقبلي مين عمته مين جدهم مين جدتهم يعني يبقى مين ابو العريس ده ايه وامه ايه وشكو اخواته شكلهم الموضوع ده ضروري جدا ما تصدميش بعد الزواج وبتكتشف بقى اخو زوجي طلع مسجون وكانوا مخبيين علينا والتاني طالع تاجر مخدرات ونصاب وبيعمل لا 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 لازم اعرف واسال الاسئله دي واخلي ابويا او الراجل في العيله او الراجل المتولي الامر عندي ولي يسال الكلام ده في اختبار سؤال الناس القريبين منه زملاته في الشغل بيتعامل ازاي بيتعامل كذا اتكالي واحد مش عارفه ايه واحد بيقبل الحرام ها اختبار دين اخباره ايه مع الصلوات ها جه المغرب جه وتقدم لك اذن المغرب ايه الوضع ها ما قامش صلى ما اذنت العيش ولا في دماغه مش في دماغه اصلا حاله ايه مع القران حاله ايه مع المواقف هل له مرجعيه هل لما نقول له ربنا بيرتدع بس يعني اعرف خاطب مره قال لخطيبته وده اللي بتقولي كل حاجه كانت وحشه لحد اما قال الحاجات الجميله ده قال انا عندي خطوط حمراء انا عندي ما ينفعش ان احنا نتخطاها اول خط احمر عندي ما حدش يتكلم عن ناس قدامي ممنوع عندي الغيبه تماما بكل اشكالها واحد تاني قال لها ممنوع عندي تاخير الصلاه ايا كانت الاسباب في اي مكان هنقوم نصلي وبيبان على فكره ودي جابت سؤالك ما تجيش تقولي لي ايه لا 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 يا دكتوره هلا ده بطيخه مقفوله والله ما تعرف لا لا بصي هقول لك هرد عليك اقول لك بصي كل اناء بينضح بما فيه ان اجلا ام عاجلا فلتات اللسان بتبان مهما كان بيداري ومهما كان مش عارفه لا 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 الكلام ده غلط تماما تماما وبيبان وبيوضح عشان كده بقول لك في اسئله لازم تقوليها تعالوا بقى الاسئله الاجتماعيه واقول لكم دلوقتي ايه هي بس خليني اقول لك كمان في اختبار صحي في اختبار صحي السؤال اللي هو يعني في الاختبار الصحي بنروح نعمل التحاليل بنروح نشوف الصحيين نقول في امراض ونبقى امنا في الكلام ده يا جماعه لازم نبقى امناء واحنا بنبلغ الامر ده والارزاق على الله بس ما تخبوش لو في مرض او في حاها او في مصيبه هتيجي بعد الزواج وتطلع لنا بنت بنوت متجوزه بقى لها 6 شهور لسه طالعه بنت يعني الكلام ده الارزاق على ولو حاجه لها علاج وماله هي لها حريه الاختيار لكن ما تجيش تصدم وانت كمان ما تجيش داري عليه فالامر ده